السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بكم جيش مكتشفين في حلقة جديدة على قناة اكتشف العالم، والنهاردة إن شاء الله معنا حلقة جديدة ومهمة جديدة من سلسلة جي تي اي في. والنهاردة إن شاء الله طبعا عملوا استجواب للراجل اللي احنا خطفناه من الاي لينا، والاي لينا تقدروا تشوفوا الحلقة كاملة طبعا. ودلوقتي هو قال لنا على مكان ناس المفروض نروح نعمل عندهم مهمة، وبقى في شيك بوينت على الخريطة. فمن غير أي تأخير خلينا ندخل في الحلقة. طبعا الراجل اللي احنا خطفناه ده شباب يعني كنا خطفينه من الناس، كل اللي بيعملوه حاجات بسيطة يعني، بيضربوه على ايده، بيخبطوه في ركبته، حاجات بسيطة يعني. كان اللي تريفور عمله ما يتوصفش، فاهم؟ نقول لكم ان هو تريفور اللي عمله، بس تريفور صاحب الشعلولة الكبيرة. فمش شايف العربية يا كلب انت، شايف العربية ابو شكلك الصبح تعرفوش تسوق ليه يعني، رخامة دي. الله ده بقى في قعد، ده جاب صحابه، ده جاب صحابه. انا راضي. طب اخدع بقى، احرق ابو اللي جابك في الارض. تمام شباب، وصلنا المكان. المكان شمال، في شمال اهو. شباب طبعا المكان طلع غلط، وطلع بيعترف لنا غلط، فرجينا لتريفور تاني. تريفور عنده 1 2 3 4، عنده 4 طرق يعذب بيهم، فحاجة رهيبة يعني. فنقعد نتسلى كده ونرجع لكم. طيب يا شباب، اعترف لنا على مكان تاني، الله ينتقم منه. مش عارف بيفسحنا، تحس ان هو بيفسحنا يعني، يقول مكان وبعد كده يعذبوه فيبقى ايه المكان تاني، حاجة بنت لذينة يعني. فخلينا نروح للمكان التاني. طيب يا شباب، دلوقتي هو ده المكان الصح، وقالوا مايكل الراجل اللي احنا بنعذبه بيقول لك قرب الاسكوب وشوف لنا في مين يعني، عشان يتعرف على الاشخاص ونقول لهم في اللاسلكي في فلان وفي فلان وفي فلان، ويشوفهم هم عايزين يموتوا مين. تمام شباب، دلوقتي بيقول لنا ان الهدف بيستعمل ايديه الشمال، بيشرب سجاير، وتقريبا شعره طويل او حاجه زي كده. فعايزين نشوف طبعا دي ست، ده واحد. طيب مين ده؟ شعره طويل، دي الشمال. طب تعالوا نجرب مع ده كده، صح كده؟ انا شايف طلع الشخصية الصح. وطبعا يعني من الرغم ان تريفر الوحيد اللي كان بيعذبه، الباقي كله بيتفرجوا وبيستجوبوه، الى ان الباقي كله قالوا لتريفر خده ارميه في اي مقلب زبالة. تريفر الوحيد اللي اصر انه ياخد الراجل ده ويسفره ويعيشوا حياة كريمة يعني. طيب تريفر، طيب لا طيب جدا كمان. اوكي يا شباب، تمام يلا بينا. حلو قوي، وصلنا. كان تريفر وصله وقال له خلي بالك على نفسك، وعمل مع احلى واجب من طرح التعذيب ده. بس كده يا شباب، اتمنى ربنا استمتعتوا معايا. ما تحرمنيش من لايك، سبسكرايب، دوك نو شير، عشان كل اصدقائكم يستمتعوا بحلقتنا بتاعت النهارده. كان معاكم يوسف نصر، في امان الله.